ولذلك لما التفت إليهم الوليد بن عقبة بن أبي معيط قال أزيدكم؟ قال ابن مسعود ما زلنا معك في زيادة. ولذلك ما كانوا يتحدثون في هؤلاء الولاة بلمز أو عيب في الخفاء، لكن لما قال أزيدكم قال ما زلنا معك في زيادة. فابن عمر رضي الله عنه مع أنه كان يصلي خلف الحجاج كما عند البخاري قالوا له إن إذا أتينا إلى الولاة قلنا لهم شيئا فإذا خرجنا تكلمنا بكلام غير الذي عندهم، قال كنا نعد ذلك نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الناس يقول والله كما جاء في الحديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، عند سلطان جائر اذهب إليه، ما هو في المجالس وفي وسائل التواصل وفضائح، لا، عند العندية تفيد القرب عند سلطان جائر. لكن أن تفتح الأبواب لنفسك وللآخرين أن يتحدثوا وأن يلمزوا وأن يعيبوا الولاة، هذا مخالف لما أتى به الشرع.